وفي تاريخ دمشق ابن عساكر قال ذكروا من اسمه يرفأ تسلسل 8232 يرفأ مولى عمر بن الخطاب وحاجبه. هذا هو العنوان. تحت هذا العنوان يقول قال المغيرة بن شعبة أنا أول من رشى في الإسلام، كنت آتي فأجلس بالباب فأنتظر الدخول على عمر بن الخطاب، فقلت ليرفأ حاجبه ليرفع حاجب عمر خذ هذه العمامة فإن عندي أختا لها لتلبسها، فكان يدخلني حتى أجلس وراء الباب، فمن رآني قال إنه ليدخل على عمر في ساعة ما يدخل عليه فيها أحد، كما قلنا في تاريخ دمشق وكذلك في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. وكان المغيرة يقول أنا أول راشن رشا في الإسلام، جئت إلى يرفأ حاجب عمر وكنت أجالسه فقلت خذ هذه العمامة فالبسها فإن عندي أختها، فكان يأنس لي ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب، فكنت آتي فأجلس في القائلة فيمر المار فيقول إن للمغيرة عند عمر منزلة، أو في روايات حسب الرواية يقول فمن رآني قال إنه ليدخل على عمر في ساعة لا يدخل غيره، كما عند ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة. وقال ابن حجر في الإصابة تحت تسلسل 8185 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي يقول وأخرج البغوي استعمل عمر المغيرة على البحرين فكرهوه وشكوا منه فعزله فخافوا أن يعيده عليهم، فجمعوا 100,000 فأحضرها الدهقان فأحضرها الدهقان إلى عمر رئيس القرية رئيس المدينة الواجهة الرمز الشيخ المرجع لا أعرف، فأحضرها الدهقان إلى عمر فقال إن المغيرة اختان أي خان وغدر اختان هذه فأودعها عندي، فدعاه فسأله إذن فدعا عمر المغيرة فسأله. لاحظ مر علينا بأنه داهية، إذا كانت 7 أبواب لا يخرج منها إلا بحيلة ومكر فهو يخرج منها الجميع. يقول فدعاه عمر فسأله فقال المغيرة كذب إنما كانت 200,000. هذا جمع كم؟ جمع 100,000. فالمغيرة أكد الكلام قال هذا كاذب أنا وضعت عنده 200,000. يقول كذب إنما كانت 200,000. فقال عمر وما حملك على ذلك؟ قال المغيرة كثرة العيال. فسقط في يد الدهقان فحلف هذا الدهقان وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده قليلا ولا كثيرا. إذن اعترف الدهقان على نفسه. فقال عمر للمغيرة ما حملك على ذلك؟ قال المغيرة إنه افترى علي فردت أن أخزيه. وذكر ابن حجر في الإصابة في تسلسل 8185 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي يقول والله عمر البصرة ففتح ميسان وهمذان وعدة بلاد إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكر ومن معه. بماذا شهدوا عليه؟ عندنا نقاش وسجلنا بعض التعليقات وبعض الكلام عن رواية وردت في صحيح البخاري تتناول قضية شهادة الصحابي أبي بكر ومن معه على المغيرة. وفي تاريخ دمشق ابن عساكر قال في تسلسل 8349 يزيد بن معاوية تحت عنوان يزيد بن معاوية الآن يقول سمع المغيرة بن شعبة يقول لقد وضعت رجلي معاوية في غرز طويل غيه على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة، يعني بيعة يزيد. كذلك في الذهبي في سيرة الأعلام. وفي سيرة أعلام النبلاء الصحابة رضوان الله عليهم المغيرة بن شعبة
قال الذهبي عن عبد الله بن ظالم قال كان المغيرة ينال في خطبته من علي وقام خطباء ينالون منه. لاحظ الذهبي يقول المغيرة كان ينال من علي وقام خطباء ينالون من علي. يقول أقول المغيرة والي الكوفة صحابي من الصحابة الرضوانيين ينال من الصحابي البدري الرضواني الخليفة الرابع علي عليه السلام ويلعنه ويقيم خطباء يلعنون عليا وينالون منه ارضاء لسيده وامامه ورئيس دولته معاوية. ليس فقط هذا وانما يرغمون الناس على لعن علي وسب علي والنيل من علي. وكتب التاريخ والاثار والروايات والاحاديث فيها عشرات ومئات الشواهد وذكرنا لكم بعض الشواهد حتى على لسان الخلفاء يحرفون القرآن يحرفون الروايات من أجل أن تطبق على علي من أجل أن يفترى بها على علي عليه السلام. إذن انتهى الكلام في دال وكان الكلام في دال لنتعرف هنا على جانب من شخصية المغيرة وسيرته. ننتقل إلى هاء منفذ الجريمة مملوك للمغيرة بن شعبة. وحسب تصريح عمر رضي الله عنه أن قاتله لم يكن مسلما بل كان مجوسيا فلا يجوز له دخول المدينة وأرض الجزيرة بل حسب بصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يطرد هؤلاء يخرج هؤلاء يخرج هؤلاء يخرج هؤلاء من أرض الجزيرة. إذن كان مجوسيا فلا يجوز له دخول المدينة وأرض الجزيرة حسب بصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنفيذ أمر للوصية بدقة وإصرار. فهنا سؤال عن السماح بدخول قاتل عمر المجوسي المدينة. كيف دخل هذا المجوسي إلى المدينة؟ إذن فهنا سؤال عن السماح بدخول قاتل عمر رضي الله عنه المجوسي إلى المدينة. دخول هذا القاتل المجوسي كيف دخل المدينة وهو مجوسي وكيف قبل عمر دخوله المدينة ولماذا وافق الخليفة على طلب إدخاله عندما طلب ذلك منه المغيرة بن شعبة مالك أبي لؤلؤة قاتل الخليفة عمر. إذن هذا المغيرة هو الذي كان مالكا لأبي لؤلؤة هو المالك هذا مولى للمغيرة هو الذي قتل الخليفة عمر. كيف دخل إلى المدينة؟ من الذي أدخله إلى المدينة؟ لماذا وافق الخليفة على دخوله إلى المدينة؟ ففي تاريخ الطبري الجزء الثاني قال عمر اخرج فانظر من قتلني فقال يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤ غلام المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. وفي البخاري فضائل الصحابة قال ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. وروى المسعودي وكان عمر لا يترك أحدا من العجم. التفت هذا يقول المسعودي يقول كما في مروج الذهب يقول المسعودي وكان عمر لا يترك أحدا من العجم يدخل المدينة فكتب إليه المغيرة بن شعبة إن عندي غلاما نقاشا نجارا حدادا فيه منافع لأهل المدينة فإن رأيت أن تأذن لي في الإرسال به فعلت فأذن له. وكان المغيرة جعل عليه كل يوم درهمين يأخذ من هذا الغلام يأخذ درهمين قد جعل عليه كل يوم درهمين وكان يدعي أو يدعى أبا لؤلؤه وكان يدعى أبا لؤلؤه وكان مجوسيا من أهل نهاوند فلبث ما شاء الله ثم أتى عمر يشكو إليه
ثقل خراجه. أتى إلى عمر يشكو ثقل خراجه، فقال له عمر: وما تحسن من الأعمال؟ فقال: نقاش نجار حداد. فقال له عمر: ما خراجك بكثير؟ يعني الدرهمان ليست بكثير على هذا العمل. فقال له عمر: ما خراجك بكثير في كنه ما تحسن من الأعمال؟ فمضى عنه وهو يتذمر. قال: ثم مر بعمر يوما آخر وهو قاعد، فقال له عمر: ألم أحدث عنك أنك تقول لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت؟ فقال أبو لؤلؤ: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. ومضى أبو لؤلؤ. فقال عمر: أما العلج فقد توعدني آنفا، أو أما العلج فقد توعدني آنفا، أما العلج فقد توعدني آنفا. فلما أزمع أبو لؤلؤ بالذي أوعد به أخذ خنجرا فاشتمل عليه، ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد في الغلس، وكان عمر يخرج في السحر فيوقظ الناس للصلاة، فمر به فثار إليه فطعنه 3 طعنات، إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته، وطعن 12 رجلا من أهل المسجد، فمات منهم 6 وبقي 6. المسعودي في مروج الذهب، وأيضا في تاريخ المدينة ابن شبه.